السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بالجامعة تاع بوزريعة رقم 2، أو المدرسة العليا للإدارة لنا. وهذه الجامعة يعني كما رانا نشاهد طراز عالمي، وأنا أعتبرها كمهندس أعتبرها واحدة من أفضل وأجمل الجامعات اللي أنشئت في الجزائر، وقد تم تدشينها في 2018 بعدما استغرقت الأشغال حوالي 6 سنوات، بحيث تتسع ل 6000 طالب. والآن هنيئا للطلبة الجزائريين اللي راهم يجوا من كل ولايات الوطن للدراسة في هذه الجامعة الرائعة. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم. Thank you.